ثلاث مدينة. سلام ألف تحية لجيش انصمة دحر الغزاة عصرية. أهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جميلة ومميزة فيها الخضرة وفيها المياه وفيها الوجه الحسن، فيها كثير من البشائر الموعودة بها المنطقة من ناحية السياحة ومن ناحية الرفاهية وأيضا من ناحية العادات والتقاليد المختلفة اللي بنلقاها مجتمعة كاملة من أهل السودان في هذه المنطقة الجميلة والخلابة. فأهلا ومرحبا بالجميع من خشم القربة، اتفضلوا معنا. على السودان دائما كل ما نجي خاشم مكان بنلقى بيبانه مفتوحه والنظاره دائما بتكون مفتوحه للاهل وللجيران وللاخوان علشان يبقوا بمشاكلهم ويتكلموا في كثير من المواضيع. دي نظره شكريه، حبينا نخش ونلتقي مع بعض بالناظر ونشوف كل الامور اللي لها علاقه بحياه الناس في خشم القربة. تفضلوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعد الله، السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك، ان شاء الله انت طيب. الله كيف صحتك؟ الله يخليك. اهلا بك، تشرفنا بك كثير. بارك الله فيك، كثر خيرك. ناظر وكيل نظاره الشكريه الناظر احمد محمد حمد ابو سين. نعم. كيف الصحه؟ الله الحمد لله، ما شاء الله. نعم. العيله كبيره وكل ما بنمشي مكان بنلقى عيله. نعم. ابو سين. نعم. في النظاره. نعم. وفي شغل في خدمه الناس يعني. بارك الله. فاحنا سعيدين انه نلاقيك الليله. جزاكم الله خير، كثر خيركم ومرحبا بكم حبابكم عشره في خشم القربة. اهلا بك كثير، بلد جميله ومخضره وناسك دائما طيبين يعني. نعم، بارك الله. خلينا نبدا نتكلم عن النظاره دي. نعم. اللي هي لها شكل مختلف في. نعم. إدارة حياة وشؤون الناس. نعم. وحتى هي بتساعد كثير من الأمور حتى قبل ما تصل للغضاء في مواضيع كثيرة. نعم. كلمنا شوية عن نظارة الشكرية. الحقيقة نظارة الشكرية هي نظارة قديمة يعني، بدأت منذ الحكم الثنائي تقريبا. كان الشعوي الكريم جدا، الشعوي الكريم أبو سين هو أول ناظر لنظارة الشكرية. نعم. الممتدة من النيل الأزرق في منطقة رفاع إلى مناطق النيل الأزرق إلى مناطق سيتيت وباسلام. دي تقريبا حدود الجغرافية من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية. من الناحية الجنوبية ممتدة لحد الجضارف، ومن الناحية الشمالية ممتدة لحد نظارة البشارين والهدندوة. الرقعة الجغرافية دي كلها بتسمى البطانة. فكانت نظارة واحدة. في فترة يعني قريبة لنهاية الحكم الثنائي اتقسمت لنظارتين. أصبحت النظارة شرق النيل تابعة لرفاعة و البطانة وعاصمتها الجضارف اللي هي فيها والدنا الله يرحمه، وده مركز من مراكزه بتاعت القربة ذاتها، مركز من مراكز النظارة اللي هي كانت يعني فيما قبل لتكوين الإدارة الأهلية كانت مركز إداري فيه مفتش إنجليزي كان موجود هنا. أنا سمعت بأنه يعني عائلة أبو سين، أو خلينا نتكلم عن نظارة الشكرية، بأنه. نعم. لها تاريخ حتى الفترة اللي كانت أيام السلطنة الزرقاء. نعم. عندكم بعض. نعم. الصكوك أفتكر أو بعض. نعم. الأمور لها. نعم. علاقة بالسلطنة. نعم. منحت لكم يعني. نعم. هو الحقيقة ده كان الفترة قبل ما تحصل الإدارات الأهلية. نعم صحيح. كانت زعامات. آه. كانت زعامة الشكرية عند أبو سين. حتى عندهم قصة كمان. والشعوذ الكريم أبو سين. نعم. بهلبة. وهو في سنار وعمل الوثيقة التاريخية المعروفة في دار الوثائق. نعم. بتحدد الحدود الجغرافية بتاع نظارة الشكرية الحالية. صحيح. نعم. وحس العملية امتدت طبعا إلى يومنا هذا يعني. الإدارة الأهلية رغم أنها حصل لها في تعطلت في فترة مايو، لكن ما زالت بتباشر أعمالها وبتباشر أداها القبلي والاجتماعي والثقافي وسط أبناء المنطقة. جميل. يعني في خشم القربة تحديدا كيف الأمور وكيف الوضع؟ لا، خشم القربة دي طبعا هي عنصر متكامل لكل الأجناس في السودان تقريبا. جميل. يعني في قبائل ما عندها علاقة بالشكرية لكن عشرة للشكرية. وفي قبائل أبناء عموما من قبائل الشكرية من البوادرة والقبائل الأخرى، دي المستوطنين أصلا في المنطقة دي، لكن
الوجود الثقل القبيلة في الجانب الغربي اللي هي منطقة أنت من حلفة وماشية على البطانة على العمق بتاع البطانة. جميل. لكن ده كان مركز كان فيه الإدارة الأهلية يعني تباشر أعماله الإدارية والقضائية من الموقع ده. الإدارية والقضائية بمعنى نعم. في بعض المشاكل اللي بتكون نعم. موجودة نعم. ما بين الأهالي يتم نعم. يعني معالجتها هنا وكانت بتنظف كل ستة شهور يعني ستة شهور عشان كانت الحركة للمواطن كانت صعبة جدا. الناظر كان بيجي يقعد ستة شهور هنا على أساس أنه ينظر في القضايا حول المنطقة نعم. ويمشي لرفاعة اللي هي في الجزء الغربي في نهاية النظارة نعم. بيقعد ستة شهور على أساس أنه برضو عالج القضايا للناس المتخمين للمنطقة دي. يعني المواطن حركته كانت محدودة والنظارة والإدارة كانت تتحرك له في مواقعه على أساس أنه ما يعاني في قضاياه. وده تسهيل كبير تسهيل شديد كان نظامه يعني صحيح نظام صحيح. شكل النظارة ما شاء الله يعني نعم. البيت كبير وشجر نعم. وارد ما شاء الله نمشي هناك ونكمل حديث. في الوقت النظافة الشهرية بتقدم خدمات زي ما تفضلت في مجال قضايا الناس ومعالجتها، برضو سمعنا بأنه في دور كان كبير لوالدك عليه رحمة الله في تأسيس التعليم نعم. في المنطقة. والحقيقة يعني يمكن يكون تعليم الرحل في الفترة بتاعت الأربعينات كانت كل المنطقة دي حولنا دي من أهلنا يعني من الشكرية ومن قبائل الأخرى المنتوية لنظارة الشكرية كانت عبارة عن قبائل الرحل. وكان التعليم بالنسبة لهم في وقتها كان صعب جدا. فكان والدنا رحمه الله تبنى قصة أنه ينشئ مدرسة ابتدائية في بيتنا الحسة قاعدين فيه ده أنشأ بالكرانك في الأول. هنا كانت المدرسة نعم يعني. كانت مدرسة ابتدائية بالكرانك. ثم بعد ذلك بعلاقاته هو كان ناظر في الفترة بتاعت الحكم الإنجليزي المصري طلب إنشاء مدرسة داخلية اللي هي حسة حنمشي إن شاء الله نشوف مدرسة القربة الابتدائية. أول مدرسة تأسست في بداية الأربعينات أو في نهاية الثلاثينات. جميل جميل. التعليم كان كيف وقتها هنا يعني في داخل البيت كان أساليب التعليم شنو كان تعليم قرآن ولا حاجة نعم نعم هي كانت مدارس ابتدائية عادية زي المدارس الثانية لكن كان العرب كان ما بيرغبوا التعليم في وقتها فكان يعني حفزنا الوالد رحمه الله ويمكن أغنعهم بمنطق وهم له تأييد كامل في المنطقة فتجاوبوا معه فبدت يعني امتحنوا من هنا لكسلة ومن كسلة يمشوا المعاهد الدينية والمعاهد العليا برضو فوق خلاوي كانت معنا لا لا مدارس أولية مدارس عديل. مدارس كان فيها تعليم وزارة التعليم زمان بيقول على التعليم للأهلي نعم إدارة التعليم الأهلي تقريبا نعم. في البدرة ديك لكن نعم. بعد ذلك انتقلت من ابتدائية لأقصد من أولية من أولية زمان سابقا أيوه. إلى ابتدائية نعم نعم الحصة موجودة يمكن نمر عليها بعدين جميل فهذا كان دور كبير جدا جدا في أنه عمل داخليات يعني حتى الطلبة في المناطق النائية بيتبناهم هم يجوا الداخليات ويباشر الإشراف عليهم مع إدارة التعليم إدارة المعارف زمان بيقولها نعم لحد ما وصلوا مرحلات وخشوا الجامعات وحس الان الحمد لله في من ابناء الشكريه ومن ابناء غير الشكريه في يعني علماء وفي اساتذه اجلاء في الخرطوم حسه منهم الدكتور ابراهيم الحردلو كان عميد كليه الاداب في جامعه الخرطوم نعم. البروفيسور احمد ابراهيم مبسين في ابراهيم حامد درار نعم. حسه عميد كليه الزراعه في ففي يعني شخصيات كبيره جدا البروف محمد الهادي ابو سين الله يرحمه كان عميد كليه الجغرافيا في جامعه الخرطوم نعم. وكانت الطلاب يعني كانوا نجبة يعني كانوا يمتحنوا من ثالثة يعني زمان كانت هنا لحد رابعة أيوة فكان الطلاب أبناء المنطقة دي من الذكاء بتاعهم الفطري بيمتحنوا من ثالثة مرة يخشوا وينافسوا في كسل وينافسوا في المدن الكبيرة نعم. في بورسودان نعم. نعم جميل الحمد لله يعني. الحمد لله إن شاء ربنا يجعلنا في ميزان حسنة آمين آمين يا رب العالمين نعم. ومن هنا نبدأ بتاريخ أفتكر شكل مختلف تماما لخشم القربة يعني نعم. أول حاجة خلينا نتكلم عن خشم القربة دي الاسم جاي من وين؟ الاسم حقيقة ده مشرع هو مشرع بتاع يعني مورد بتاع المياه للعرب في البحر هنا يعني لو مشينا على الطبيعة وعادة العرب بيسموا المناطق بالشكل الطبوغرافي بتاع المنطقة صحيح. يعني مثلا يقول لك السبعات هي عبارة عن سبع جبال يعني يقول لك مثلا القربة دي لو لاحظتي انه في المشرع ده البحر بيمشي في ثلاثة أربعة اتجاهات قدام حسب بعد
استراحة طوال لو وقفنا على الطبيعة. فشكله في الخريف الموية بتمشي في أربع اتجاهات اللي بيعمل شكل القربة ذاته. شكل القربة أيوة. فبقول لك العرب نحن واردين المشرع بتاع خشم القربة. أها. يعني دي التسمية يعني الحبيبية. أول القربة يعني خشم القربة اللي هو بداية خشم القربة بتلقيها عاملة. فالتسمية فعلا مطابقة للطبوغرافيا بتاعت المنطقة وأصبحت هي الآن خشم القربة. يعني زمان بيقول لها كريب عاصي. كريب عاصي زمان يعني قبل تسمى خشم القربة فيها كرب. كريب عاصي معناها الناس المجرمين الناس اللي ما بتلاقوا للدولة ولا السلطة بيجوا بخشوا في الكرب ده ما بتلاقوا بسهولة. فكان بيقول لها كريب عاصي يعني. كان طبيعة الجغرافية معناها شوية صعبة. صعبة إلي للآن يعني حس المناطق الشمالية فيها دي فيها كرب ومناطق وعرة شوية. يعني نفس الحكاية. نعم أيوة. فتغير. تغير لخشم القربة بعد ذاك المسمى الرسمي بقت اللي هي مشرع. تمام. يعني بدت 200 خشم القربة. تكوين خشم القربة تقريبا يعني اخذ شكلها بدات تاخذ شكلها الحالي ده في فتره الحكم الثنائي بعد ما جاء المركز. كان مركز في اصبري وقتها كان مركز في اصبري المفتش الانجليزي كان في اصبري. لما جاءت السكه حديث سنه 1920 من كسلة القربة القضارف اتحولت المركز الاداري بتاع السلطه كان اتحول لخشم القربة هنا. فبدات السلطات تباشر عملها من هنا السلطات الإدارية وجاءت النظارة اكتملت الحلقة في إدارة المنطقة في المركز ده. انت شوقتني حسن اقوم اشوف خشم القربة واتعرف. نعم. مع بعض. نعم. على شكلها ونخلي الناس تتمشى معانا. لا جدا ان شاء الله. اتفضل. يعطيك العافية. السجن ده تقريبا عمره الان اكثر من سنه 1916. 1916 فتره. نعم. طويله. 1916 يعني. كان السجن ده بتمارس الاداره الاهليه كان كل الناس المسجونين بيظلوا في السجن ده قريب من النظاره قريب من البيت. أيوة. يعني لو ملاحظ البيوت هنا صحيح من ورا ده السجن ودي المحكمه. كانت في حراسه هنا موجوده حسب. طيب احنا كويس احنا نمشي عليها نتكلم عن السجن. اول حاجه الاسم سجن الدبيب. يعني الدبيب ده الحقيقه دي حقيقه يعني احنا عشناها. يعني الناس اللي سجنوا هنا قالوا في دبيب مؤلف. بيجي بخش على المساجين ديل وبيطلع وبينزل بدون ما يمس ايده. سبحان الله. والان لحد ما بقى بوضعه الراهن ده معروف بسجن الدبيب على مستوى السودان كله. يعني سجن الدبيب ده الشيخ عوض الكريم ابو حسين كان بيسجن فيه الناس الخارجين عن القانون هنا في الحته دي. ايوه. وبيجاي قلت لي ودي المحكمه هنا اللي هي دي كان يباشر منها برضو اداره القضاء. القضاء الاداره الاهليه كان نظاره كان مسمى يعني زمان بيقولوا عليها محكمه نظاره الشكريه. طيب نمشي عليها نظارة. علشان برضو دارين. نعم. عندنا فيها كلامك انت. نعم فضل. جدا هاي بارك الله فيك يا هيدي. حقيقة مكان جميل وتاريخي. نعم. فعلا يعني الواحد حتى اللي ما بيعرف المكان ده له علاقة بالتاريخ أول ما يشوفه بيحس الإحساس. نعم صحيح. إحنا واقفين وين صحيح. إحنا الآن أمام المركز الصحي اللي هي كانت نقطة غيار. يعني كانت العملية التكاملة التعليمية والصحية في وقت الوقت ذاك. أيوة. فكان في مركز هنا كانت في نقطة غيار. نقطة غيار يعني مركز زي مركز صحي يعني. كانوا بسموها نقطة غيار. بيقولها نقطة غيار. أيوة. يعني. أيوة. حسب البيوت دي مبنية مع بيوت السكة حديد. شايف الشكل هذا. صحيح صحيح. هي نفس النمط بتاع السكة حديد الموجودة الآن في محطة السكة حديد في خشم القربة. أيوه. فكان أيوة. فيها ملاح الصحة وكان فيها بيطري وكان فيها حسب الآن مسكونة يعني. لكن كانت هي بتقوم بكل العمليات البسيطة العلاجات الخفيفة التطعيم وكذا. باقي إذا كان في أي شيء بعد ذلك بيحول إلى مركز في كسل. نعم يعني اللي هي حتى الحاجة اللي علاقة بالصحة مثلا صحة البيئة وصحة الكله بكله كله يعني. يعني المسألة دي كانت متطورة من يعني. نعم. احنا بنقول حاسب نتكلم عنها هي عندكم مستطرة طويلة. لا في خالص وفي كانت النظافة أكثر مما كانت حسا في زمن الإنجليز يعني. والإدارة الأهلية تذكر يعني. كان كيف بيمارسوا الحاجة دي يعني اللي هي صحة البيئة. والله صحة البيئة أول حاجة المفتش المركز
بيسأل الشيخ المنطقة عن أي نوع من الممارسات الغير صحية والتطعيم الدوري الماشي وبيحاكمه في مادة، يعني تحاكم أي زول إذا كان في مثلاً أي حاجة في قدام بيته وهي ما صحيحة، الزول بجد حساي ويحاكم يعني. وكان الناس منضبطين، المحاكمة كان شكلها كيف؟ الناس كانت منضبطين والله. غرامات غرامات ذاتها كانت بالنسبة للناس صعبة جدا، كانت زي شو غرموا 10 جنيه نفس يقوم تمام. ده فيما يخص المركز. ننتقل مع بعض ونمشي مكان ثاني. لا لجدا شكرا لك، يديك العافية. احنا بنتكلم عن التعليم ونتكلم عن الثقافة ونتكلم عن الإبداع ونتكلم عن بداية تاريخ المنطقة، وزي ما شايفين احنا في التكة حديد. فأهلا ومرحب بواحد من المعلمين الأساسيين في هذه المنطقة، أستاذ مرغني عبد القادر. أول حاجة سعيدين إنه نلتقي بك، فأهلا ومرحب بك كثير، شرفتنا في الحقيقة الأمكنة. احنا رحب بك أكثر في محطة سكة حديد خشم القربة، والمحطة اللي بدأت بها الحياة تقريبا في إحياء مدينة خشم القربة. صحيح. ما قبل الخزان. صحيح، يعني فعلا السكة حديد هي بداية أي حاجة، بداية نعم. حياة في مدينة. كلمنا عن السكة حديد، بدأت 200 وبدأ بعد كده توافد الناس لها 200 خشم القربة. السكة حديد خشت منطقة كسلة ومنطقة خشم القربة حوالي 1924، يعني في زمن الإنجليز هم اللي أدخلوا السكة حديد للحدة دي. كان في سبب معين؟ والله السبب هي كانت الوسيلة بتاعت المواصلات الرئيسية بين بورسودار والخرطوم. يعني هي كان لازم تجي مرة بيجاي عشان تصل الخرطوم. وبعد ذاك المشاريع التنموية القامت كلها قامت وتم يعني تمت عبر السكة حديد، يعني الخزانات، الأنشئات وغيرها. المعدات بتاعتها كانت تنقل عبر العربات الكاشفة للسكة حديد، بيسموها عربات السطح. أيوة. ومن بين خزان خشم القربة. ولما قام خزان خشم القربة، المحطة دي كانت قبل الخزان كانت صغيرة، لكن عشان تتسع الخدمات بتاعتها لاستقبال عمال الخزان توسعت في العمالة بتاعتها واتبنت فيها عدد كبير من المباني كما تروها أمامكم اليوم. صحيح بالضبط كده. نعم. دي البداية هي كانت طبعا قبل الخزان. نعم. وكانت بتنقل البضائع زي القطن والذرة وخلافه من وإلى بورسودان، وبتجيب الواردات من هناك. جميل. كانت محطة معناها اقتصادية برضو. نعم. مادام إحنا بنتكلم عنها في إنه القطر ده الناس بتستنى فارغ الصبر لما تجي المحطة ويسمعوا الصفارة، فالناس بتتلمى في أكيد مشهد بيكون حوالين المكان ده، صح؟ جدا. أها، المشهد كان شنو هنا؟ المشهد بالذات في القطارة بتاعت الركاب والقطار المحلي، القطارة بتاعت المحليات. الناس كانوا بيجوا وبيستقبلوها، بيستقبلوا المسافرين وبيسفروا إخوانهم. وبعض مرات بيرسلوا رسائلهم عبر البريد. بيدوا الناس كده من الشبابيك يقولوا لهم وصلوا معانا. لا لا لا، في بوسطة. القطار كان بيحمل بوسطة والناس بترمي خطابات عبر هذه البوسطة. بالبوسطة. ويستلموا برضو خطاباتهم هنا. جميل. نمشي ونشوف ونكمل كلامنا في المكان الرائع ده. يعتبر التعليم من الأشياء المهمة جدا لنجاح أي مكان، واللي بيتخرج منه أسماء عديدة وكثيرة لها تأثير في مش للمنطقة بس بل لكل السودان. إحنا واقفين في واحدة من المدارس المهمة، وباعتبار أيضا أستاذ مرغني هو معلم وأيضا وزير سابق للتربية والتعليم، خليه يتكلمنا. أيوة للتعليم، خليه يكلمنا عن يعني المدرسة اللي إحنا فيها دي وبداية. خلينا نتكلم عن بداية التعليم في خشم القربة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة التعليم في خشم القربة بدأ في الأربعينات بأول مدرسة أولية، وهي موقع قريب من الموقع اللي نحن فيه هدية، ونحن الآن قالوا هناك تقريبا هي هناك. وهي قلت لك زي ما قلت لك من قبل، هي مدرسة ذات 6 فصول بيسموها المدرسة الرأسية. نعم. وفيها تالتتين وفيها ربعتين. تالتتين أيوة وربعتين. فيها تالتتين وربعتين وأولى وثانية، بالتالي بيكون فيها 6 فصول لأنه أصلا عدد الفصول كان 4. الرأس ده هو بتمتحن له المدارس المجلسية المنتشرة
في هذه المنطقة في أحياء في قرى المحلية اللي كنا بنتبع عليها، اللي كنا تابعين لمحلية شمال القضارف. المنطقة دي كانت تابعة لشمال القضارف في ولاية كسل القديمة طبعا، اللي كانت بتمتد من البحر الأحمر من بورسودان إلى الخياري. جميل. والآن نحن في مدرسة خشم القربة المتوسطة سابقا التي تأسست عام 1952. نعم. وأصبحت الآن في منذ العام 87 أصبحت مدرسة خشم القربة الثانوية، وهي الآن بأربع أنهر. يعني قد تكون هنالك إضافات بسيطة في المباني بالنسبة للمباني القديمة، لأنه كانت هنالك داخلية بأربع داخليات، كل داخلية فيها أربع أنابر فيها 16 عنبر. يعني إحنا كنا تابعين لمجلس ريفي شمال القضارف، وكان فيه عدد من هذه المدارس، وكانت هذه المدارس بتجي وتمتحن في مدرسة القربة الأولية وبيكملوا تعليمهم في خشم القربة الأولية ومنها إلى القربة الوسطى ومنها إلى المرحلة الثانوية، وكانت في بورسودان. جميل جميل. يعني ده أفتكر إنه كمان نوع من الترتيب حتى الجغرافي. نعم. لمسألة التعليم. نعم. نعم. ونقول إنه البداية كانت من هنا. أستاذ مرغن، إحنا الآن في واحدة من الأحياء القديمة في خشم القربة، يا ريت تورينا إحنا وين، وإذا في أي ملامح حوالينا برضو نتعرف عليها أكثر بالإضافة للأحياء الموجودة شنو في خشم القربة. نحن الآن في منطقة قريبة من إدارة تعليم الأساس ومجمع مدارس مدينة خشم القربة، ونحن الآن بالتحديد في وسط مدينة خشم القربة. في الوسط. في الوسط. نعم. يعني هذه المدارس بتحط بها الأحياء الشمالية، وعددها أكثر من 8 أحياء تقريبا من منطقة الشمال، وتحيط بها حي السوق تقريبا من المنطقة الجنوبية. هو سوق ظاهر هذا قدام السوق؟ لا، ورا. وده شنو؟ ده سوق صغير. ده سوق صغير، لكن السوق الأساسي. السوق الكبير ورا. الكبير ورا. جميل. أفتكر يعني المبنى ده المدارس اللي أنت قلت عليها قبل شوية. دي المدارس اللي أنا تحدثت الأولية. عنها الأولية، المدرسة الأولية القديمة. جميل. الأحياء، أسماء الأحياء شنو؟ الأحياء مما الحي الأول اللي بدينا به والسكة حديد، بتلاقينا أركويت والصفا والشمالي والشمالي باء والشهيد وحي السوق وحي بدر وحي الخلاوي، دي الأحياء الشمالية. الآن الطريق اللي جنبنا ده هو الأسفلت الوحيد القاشي في المدينة، اللي هو بيمتد من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق، بيفصل المدينة لجزئين، الأحياء الشمالية والأحياء الجنوبية. أيوة. الأحياء الجنوبية بتبدأ بالوحدة والنهضة والشاطي وطارقيل، ودي عدد من الأحياء الجنوبية. جميل. وحي الري وحي الإدارة جنوب هذه الأحياء. وحي السلام وحي النصر وخلافة. يعني عدد من الأحياء يفوق عددها 20 حي في هذه المدينة. ده بالإضافة للأحياء طبعا اللي بتكون موجودة في الريف، اللي هي بتعتبر أحياء لهذه المحلية. الآن إحنا حديثنا كله عن المدينة وليس عن المحلية. صحيح صحيح. نعم. الحاجة سمحتها بإنه زمان كان اسمها كلها خشم القربة وخلاص. نعم. ما كان في التقسيمات أو الأحياء اللي إحنا بنسمعها. صحيح. نعم. الكلام نعم. ده؟ نعم. أيوة. هي كانت. كان طيب الناس بتقدر توصف لبعض كيف كان؟ لا، هي المساكن كانت في حتات بسيطة. يعني كان حي السكة حديد وحي السوق والشمالي باء والشمالي ألف والجنوبي. يعني لكن لما الأحياء دي توسعت وحصلت تقسيمات، يمكن تكون فيها التقسيمات السياسية وهو إلى آخره، فكل حي أصبح فيه ثلاثة أربع أحياء. أفتكر ألف وباء دي معناه لها رجعة للإنجليز أيام الإنجليز، لأنه كان لا 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 ما كان الإنجليز ما حاضرين ألف وباء. ما حاضرين ألف وباء. دي كانت 200. دي كانت بعد غيام الخزان، بعد عام 60. بعد غيام الخزان. أيوه. بعد غيام 60. أيوة. بعد عام 1960. جميل. حقيقة أنا متشوق إنه أشوف الخزان. جدا. نوديك الخزان. طيب ودينا الخزان. موجودين في مكان جميل ورائع. يعني أنا الخزان يمكن الواحد بيشوفه بس ما بتخيل منظره كده بالجمال ده، عرفنا عليه أكثر يا أستاذ مرغني. خزان خشم القربة أنشئ في عام 1959، وهو على نهر عطبرة، والغرض الأساسي من هذا الخزان هو ري الأراضي التي تم فيها استيطان أخواننا الحلفاويين، اللي هجروهم من حلفة القديمة لحلفة الجديدة،
وأيضا سقى بعض الأراضي لإخواننا العرب اللي كانوا ساكنين في المنطقة، وفي جزء من هذه المياه بتسقي القصب اللي استغل في صناعة السكر. أيوة جميل، ده أهميته. نعم. يعني امتداده كمان، وإحنا داخلين شايفين المساحة كبيرة جدا، يعني الخزان مساحته ظاهر عليه كبير. يمكن البداية زي ما أقول بداية كانت من هنا يعني. نعم. بداية الحياة ذاتها كانت من هنا. نعم. أول ما تعمل الخزان هل كان في الجوار مباشرة كان بداية القبائل، ولا بدت في المدينة اللي إحنا شفناها؟ لا، القبائل حول الخزان موجودة من بدري. يعني المنطقة الجنبنا دي منطقة الرميلة. أيوة. في عدد من أهلنا العرب موجودين من بدري وإلى الآن موجودين، وعلى امتداد المنطقة الغربية للنهر السكان موجودين لشوك للمنطقة الجاي منها النهر من أثيوبيا. جميل. الرميلة الفائدة الموجودة فيها شنو؟ يعني هي جميلة ورائعة وفيها مشاهد جذابة وخلابة. الرميلة الآن احنا قريبين منها، وهي الغابة اللي قدامنا دي. أيوة. اتجاه اللي قدامنا دي الغابة الأمامك دي هي غابة الرميلة، وهي غابة سياحية وغابة كبيرة، وطبعا أنشأها الفيضان بتاع الخزان، سقى الأراضي والأراضي دي قامت فيها سبحان الله أشجار السوط الكبيرة والظليلة. وكنت أتمنى أن يكون عندكم زمن تزوروها. إحنا مصورينها وإن شاء الله هنجيبه بالتأكيد. أيوة. سبحان الله، هي غزت نفسها بنفسها وقامت. نعم نعم، هي قامت بدون جهد. الحاجات إن شاء الله الموجودة يعني لقدام، أول مشاريع الموجودة لقدام، وإنتوا عندكم يعني مصادر غنية جدا في خشم القربة، مياه وغابات. والله في مشروع بتاع أسماك في البحيرة دي، ولسه هو في بداياته، في مصلحة بتاع الصيد موجودة تابعة لوزارة الثروة الحيوانية والأسماك موجودة في الولاية، وعندهم تيم هنا وعندهم أتيام وبيعملوا في على صيد الأسماك هنا. جميل. بس عندها مشكلة البحيرة، لأنه في لما يجي الخريف في شهر 8 بيحصل لها تفريق. تفريق البحيرة وغسيل الخزان بيقتل الأسماك الموجودة في البحيرة. عشان كده إلا يحصل عملية بتاعت معالجة في المستقبل، لأنه الأسماك دي ما تتضرر بالكم الهائل. أنا ثروة غنية وكثير. نعم. أنا شكرا لك كثير أستاذ مرغن عبد القادر، نورتنا على كثير من المعالم المهمة جدا في خشم القربة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما. شكرا لك كثير. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. دائما السودان معروف بظرفاء المدينة اللي بيحكوا تفاصيل حياتهم ومجتمعهم، وبيتكلموا عنها بحاجات بتروح عن النفس، وفي النفس في نفس الوقت بتحل كثير من المشاكل. وافتكر انه عندنا واحد من الناس اللي احنا سعيدين انه التقينا به الليله في خشم القربة، استاذ تايا الكريم الياس، وزي ما كانوا بلغبوه زمان الفاضل سعيد الصغير. اهلا ومرحبا بك كثير استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتنا كثير. شرف الله وقدرك. ليه لقبوك بالفاضل سعيد الصغير؟ لأنه أنت كنت قريب منه، ولا عشان طريقتك؟ لأن إحنا سمعنا شوية حاجات كده فعلا قربت لنا شكلك. أبدا، كنت بقلد يعني بقلد الأستاذ فاضل سعيد الله يرحمه. الله يرحمه. سلام. وعند وفاته كنت حزنت 3 يوم، ما كنت بطلع من البيت. ربنا يرحمه. وكنت بمارس العمل، وما زلت يعني بقلده لغاية حسي. لحد حسي بقلد الأستاذ فاضل سعيد. اتلاقيتوا كيف مع بعض؟ والله أول مرة لقيته كان في المسرح القومي سنة 74، فبدأت معه العمل وما تميته نسبة لظروف عائلية. نعم. وحسي ما زلت يعني أمارس المسرح في مدينة خشم القربة، ولعدم ديار ما عندنا ديار عشان نبرم فيها، عشان كده تشتتت الفرقة وأصبحنا كل واحد طبعا لا. لكن انت عندك مملكتك الخاصه يا الحمد لله. انا بتمسرح براي حسي يعني. أيوة. العبيد في بيتنا بتمسرح، في السوق بتمسرح. ايوه. حتى في شغلك؟ في شغلي برضه بتمسرح الحمد لله. جميل. أيوة. وافتكر يعني من خلال تجارتك الناس كلها بتشتري. الحمد لله. سريع صح؟ الله الحمد لله. انا داير اخذ منك كده حاجه تدينا ليها لشرب. جدا. دي حاجه زي شنو داير؟ اعمل لي سكتش، اعمل لي حاجه كده بتحبها كنت بتمثلها زمان، في حاجه كده قريبه نفس الزول صح؟ فعلا فعلا. اكثر حاجه كنت لما اجي اخش البيت بعدين اقبالي لما يجي مقابلني بابا جا بابا جا، كنت بقول لهم يا اولاد بلاش مسخره معاكم، اخذوا لي غادي كده انا ما عندي لكم هذا، قال لي شنو؟
لا امهاتهم كانوا يقولون خلاص ابوكم جا ابوكم جا ولا قنعتوا مني. هسه في السوق لما تلقى لك موقف كده حاصل وحاسس انه مثلا ناس مسكت في بعض او شد او في حاجه انت ممكن تتدخل فيها، اكيد انت عندك دور صح؟ فعلا فعلا يعني حتى لو شفت يعني موقف مستصعب وناس متجاهلين مع بعض وما قدروا الناس تعمل شنو وريني مثلا؟ كنت يعني بعمل حاجه على اساس انه الفت نظرهم ولا بقلد تطمره ولا بقلد لهم صوت طفله صغيره. كيف؟ مثلا كان في ناس مشاكلين وما قاعد يتفاقموا مع بعض وبعدين زيهم هجمه يا اولاد الناس فيكم تفاقموا مع بعضكم وما عليهم وطوال الناس يتفاقموا مع بعضهم بيشوفوا البلد ما لها بيكونك ببيت. دار لي مشهد يعني مثلته مع استاذ الكبير الفاضل سعيد ربنا يرحمه او حاجه كده ما قادر تنساها اليوم؟ والله ما مثلت معه كثير. الحاجه ممكن تمثلها ليه وشنو مثلا؟ والله الحاجه اللي بمثلها له اكثر حاجه اللي في اللهم صل عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. قلت لما اكون قاعد براي في البيت وما معي اي زول اكون مثلا للجيران بطلع فوق الحيطه وكان جارتني بجاي اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيده يا سيده عليك الرسول يا بنت مين اوليني قال لك تقدي قري حالات قفت يا العجب مسخرتك. جميل. اللي بتشوفه حسي بتكون في مثلا الغلل موجود او المشاكل الاقتصاديه الحاجات دي ممكن خلت الناس شويه بتكون تعبانه صح؟ والله فعلا ما في حاجه بتروع عنهم الا الكلام الجميل والنكته والظرافه اللي ممكن تكون بلقوها فعلا. عندك فعلا يعني والله. ممكن تروح عليهم تقول شنو مثلا؟ والله فعلا الغلط عام يعني ما نحن برانا صحيح في عام العالم يعني انت بتحل مشاكل، المشاكل بتحلها بطريقتك كيف؟ بحلها والله الحمد لله. بحل اول حاجه اذا كان مثلا شفتها مثلا حاجه غاليه وانا ما قادر اشتريها بقوم بخش مع بتاع الحاجه ذاته كان بهيمه او كان في دكان اقول له يا اخوي اسمع حسي انت قلت بي كده انا بدي كده والحكايه دي بس تقصد لي يوم بعد يوم وكان غبيت من يوم واحد يجي لاحقني في اليوم الثاني طوالي يجي لاحقني طالي قال لي انا ما جبت القصد مالك يا اخي تبارك ما شايف الظروف حاله تبارك ما شايف يا اخي الظروف بس اللي معاكم انتوا يقول لي ما جزارين تراكم شغالين. يا اخي الجزار ده انا باقي لي كله ما شاء الله بيمشي صح؟ الحمد لله. الامور ماشيه تمام؟ والله الحمد لله. صحيح؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا سعيده انه لقيتك كثير وان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه وخشم القربه هي سعيده بك. الله يديك العافيه. الله يديك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه ان شاء الله. نتواصل معاكم واحنا في خشم القربة واكيد جلستنا بتكون حلوة بسيدات ونساء المكان اللي دايما بيطفوا رحيق خاص وبكون عندهم كثير من الاحاجي والحكايات الجميلة والذكريات خاصة اذا كانوا موجودين من مناطق مختلفة من السودان كلهم موجودين في مكان واحد زي ما نحن حسي عاملين. احنا بنحيي سيدات ونساء خشم القربة بنحييكم كلكم واهلا وشرفتونا في رحيق الامكنة. اهلا ومرحبا بكم. نشكر ست البيت استاذة امال فتح الرحمن اهلا ومرحبا بك كثير. بيتك جميل على فكرة. انتوا عادة كده بكون عندكم الأشجار دي وبتزرعوا في البيوت؟ ما شاء الله. دائما استقبال الضيوف والناس طبعا ده شيء كرم البيت السوداني معروف به يعني خشم القربة بيكون عندهم طبعا برضو شيء مختلف. والله الناس كريمين ناس خشم القربة كلهم بيستقبل الضيوف. الحديث عن خشم القربة أفتكر أنه مختلف لأنه إحنا بنتكلم عن طبيعة اقتصادية بنتكلم عن مجموعة من القبائل اللي جات وسكنت فحابين نعرف مع بعض التاريخ. نتكلم معك حاجة نتعرف عليك أول حاجة. اسم الكريم أهلا بك. إزيك؟ زي صحتك؟ إن شاء الله أنت كويسة. أنا بشرف دعمة الشروق واستضافتها لنا في هذا البرنامج إن شاء الله يكون برنامج ناجح إن شاء الله. أكيد ما دام في خشم القربة أكيد بيكم. الله يخليك. يعني أول ما بدت خلينا نقول خشم القربة فيها كثير من الحاجات زي القطر مثلا سكة حديد دي معروفة إنها بتنظم الناس بتنظم الحياة وبتنظم البيوت. صح الكلام؟ أيوة منظمة سكة حديد بنظم البيوت بنظم بعدين الناس دي تشتاق للقطر تقيف صفوف صفوف. القطر ده جبتين وشايلين زوادتهم وقطعوا تذاكرهم ويسهروا بالليل مرات مرات القطر يجي في مواعيده ويا حالات الناس يجوفوا بالصفوف ديت القطر ويركبوا ويشيلوا زوادتهم معاهم.
كنت بتطلع تتفرج زمان؟ بنجي احنا كان الزمن ذاك يعني انا كنت صغير لكن بعد ما مشيت كسلا عديت 10 سنه وجيت راجع ثاني لكن برضه تاريخ القطر ده كان معايا يعني بدري وفي محل اللي حلفه من حلفه من كسل اللي حلفه بيجي يمشي حلفه القبه كسله بيمشي من كسل بيجي القبه مش حلفه في تقاطع ايوه ده محل حلفه ده طوالي كمان بيجينا مريحنا كان خالص يعني القطر ده كان مريح خالص يعني لا فيه قليب لا فيه حوادث لا فيه اي شيء النسوان يعني العمال سيدة اللي بيكونوا دائما موجودات في البيوت افتكر عندهم كان يعني مثلا احنا لما نكون في مكان ثاني بيقولوا انه كان عندهم ساعه معينه بيمشوا بالعجلات الرجال اللي هي صفاره خلاص دي حقه الفطور بيجي يفطروا ثاني الصفاره بيسمعوها من كل البيوت وبيرجعوا دي في اماكن ثانيه نحن حكوا انتوا عندكم شنو؟ ايوه المرأة بتقوم بدري طبعا بتصلي وبتعمل الشاي وبتسقي الراجل مش شغله وبتعمل فطوره وتجهز وتطلع اولاد المدرسه فطوركم شنو كان؟ والله الفطور عدس ولحلوبة ولحشرمون هو لقمة تقلية عندنا الشواقي مرات بيسووا قراصة يعني وفول وعيد يعني فيه لكن ناس قلبة كثيرة وكما في القياس أي حاجة طبعا حق ناس البندل الفول ولا أي لكن تمام كنتوا بتقعدوا مع بعض يعني طبعا الفطور وقعدة الجبن الجميلة زي ما انتوا عاملينها والشاي والكلام نتعرف عليك أول حاجة أهلا بك مرحبا الله يخليك من الشروق والله الحمد لله احنا في منطقة واحدة يعني من جينا وسكننا خشم القربة في منطقة واحدة يعني نتراجع بأكلنا في البكا ونتراجع في الفرح نقيف سوا ويعني زي ناس أسرة واحدة الحي حي الري احنا فيه حي الري حي الري انه بس بتقولي طالعين من بيت واحد ما شاء الله فوق البكا فوق الفرح يعني ناكل سوا ونشرب سوا ونمرق سوا ونقعد سوا والرجال نفس الشيء في رمضان يفطروا سوا في العيد يصلوا سوا يمرقوا سوا متفقين الحمد لله الحمد لله ومبسوطين جدا الحمد لله الحمد لله انت جيتي من وين يا حجة؟ جيت من مدني شرق مدني عمارة البنا ما شاء الله لك فتره طويله هنا في خشم القربة تسهلي حضراها هنا فتره طويله جدا بدري انت ما ولدوك يديك العافيه انه بدري خلاص حكم النميري في راسي وانتهى في راسي والحمد لله بفضل رب العالمين يعني ساكنين لها السحب وتري الحمد لله الشيء اللي لاقيه مختلف شنو البحنة لما تمشي بيتها حتى لو فارقت اهلها بيكون مساله صعبه لكن بيتها ده بتحن له بحاجات معينه الحاجات اللي انت لقيتيها هنا شنو في خشم القربة والله الحمد لله يعني لقيت الحبان جيراني مجاملني كثير لو وضحت موضعني لو مرضت مارضوني ونفس الشيء انا نمرك سوا وندخل سوا الحمد لله يعني اختلاف يعني على الانسان يجيبه بين يده اختلاف الاسره ايوه على الحمد لله الجيران مجامليننا واقعين فينا واقعين فيه هنا الحمد لله يعني في الفرح وفي الكره ربنا ان شاء الله بعيد وقريب مره يبراه يعني القربة عامه يعني مواصلانا مواصلينها الحمد لله القربة السوق القربة المحطه السكه حديد الحمد لله يعني خليه الري ده زي اسره واحده في البيت يعني ما ان شاء الله ربنا يديمها دي نعمه ان شاء الله الحمد لله لها الساعه الحمد لله كمان يعني ساكنين فيه يعني الحمد لله ساكنين في بيوت الري دارين بعد كده ننفى منكم ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله يخليك الله يبارك فيك ما شاء الله في ظاهر يعني موجود انه في غابات مختلفه تعرف عليك وين انت يا امي كيف صحتك ان شاء الله انت كويسه اسمك منو اهلا بك يا امي ان شاء الله طيبه من وين انت والله انا من حجر العسل من حجر العسل اها كيف خليتي اهلك هنا والله كويسين الحمد لله ليكي كم هنا في خشم القربة والله ليكم 30 سنه والله 40 سنه ما شاء الله ما شاء الله عندكم كيف التواصل بيناتكم يعني مرات بنمشي اماكن كثيره بكون عندهم جمعيات خيريه عشان تلم الناس بيكون عندهم مساهمات كيف انتوا هنا والله الحمد لله يا رب لك الحمد والله بنواصل ونمشي للمغضان ونمشي للمسافر ونمشي لأي حاجة الحمد لله الحمد لله ربنا يديك الصحة إن شاء الله بس يعني ما في حاجة بيناتنا الحمد لله أهلا ناس بدر أهلا بك ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديك العافية كمان النواحي الدينية كمان بتكون موجودة عندكم كثيرة ما شاء الله دنا الخلوة الحمد لله درسنا الحمد لله الحمد لله شغالين فيها الحمد لله كيفك يا خالة إن شاء الله كويسة؟ كيف صحتك؟ الحمد لله إن شاء الله أنت طيبة من وين أنت يما؟ كردان دي أهلا الشارع أهل فيه ولكن ولاده فيه وكردان
اهلا بك ان شاء الله تمام. هسه قدامنا بالتوفيق والله. الحمد لله الحمد لله. ما فيها دي مكه. الحمد لله شكرا. ما في وجه. يديك العافيه، انت كويسه؟ كويسين عاداتكم جميله، وبنلقى انه المكان لام الناس كلها، لكن كل زول بيكون عنده العادات حقته صح؟ الناس والله وديه كثر خير وبارك الله في بس وديه. ظلمت وديه. ربنا يديك الصحه ان شاء الله، الله يخليك. اهلا ومرحبا بك. احنا بنتكلم عن ادوار المراه برضه المختلف، يعني بنلقى انه السيدات ما شاء الله، يعني الحجه قالت بدينا وقرينا وتعلمنا كلهم متعلمات ما شاء الله، واللي ما تعلموا ادوا بخبرتهم في الحياه. المراه في خشم القربه كيف؟ والله المراه في خشم القربه بخير الحمد لله. يعني المراه في خشم القربه بخير، وزي ما شايفين براكم طبعا الحاجات الكبار دي وعندهم ادوار، الكبار والصغار يعني كلهم عندهم ادوار مختلفه بادوار. الشيء بيختلف شنو في خشم القربة من الأماكن الثانية؟ والله الشيء اللي بيختلف في خشم القربة، أول شيء ناس خشم القربة يعني التواصل في 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 فيما بينهم التواصل. يعني أحياء يعني حتى الأحياء المتناهية تلقاهم، أهم حاجة طبعا التواصل مع بعض في الفرح والكره، يعني زي ما ذكروا الحاجات. ربنا إن شاء الله يديم النعمة. آمين يا رب العالمين. عندنا وريني مثلا آخر الحاجات الجميلة اللي حصلت عندكم شنو، يعني وروني بأمثلة كده، يعني منو حصل لها مثلا زواج وكان شكله كيف؟ احنا هنا في المناسبات هسه عندنا مناسبه قريبه هنا في الحي جنب البيت، احنا هنا بيت ناس امال. عندنا اختنا بوسينه هارون هي معلمه وزواجها هسه بكره. فناس الحي ده عندهم عاده انه زول كان داير يتزوج كلهم مع بعض بيقوموا يلموا القروش ويخبزوا له. يعني ام العروس ما بتعمل البسكويت، ما بتعمل الخبيز، بيسووا الجيران. وبعدين في تداخل بين القبائل، ما في انت جنسك كده ولا جنسك كده، كل الناس تلقاها مع بعض ما شاء الله، وكل الناس شايلين الهم. جميل جميل، دي حاجه حلوه. واي زول بالمناسبه يجي مناسباتنا في القربه بيعلق حاجه مختلفه، بحس بشيء مختلف. ما الدافنه كل الناس بيمشوا ليها. في حاجه عندك شاي الصباح ده عندنا في القربه كل زول بيجيب جردل وحق الزلابيه وصبارته، الناس من شاي الصباح بيبدوا المجامع. في رمضان عندكم كيف؟ احنا اول حاجه رمضان ده بيبدا من رجب، بيبدا رمضان في عواسة الابريل، الحريم بتلمن لعواسة الابريل، ويعني ما بيجن هم سايدهم فاضي عشان عوسوا الابريل مع بتعوس الابريل اليوم اللي عليها. بيجن شايلات اكيلين وشايلات جبنتين وشايلات سكر، شايلات سكرين، يعني برنامج يوم كامل بيكون. ايوه ما بتحملوا ست البيت. ليله عواسة فلان وليله يلا من ذاك بحددوا عواسة الزول الثاني. ايوه ثاني عندنا برضه الفرح ده بيبدا يعني بيبدا من بدري، اختلافنا من الخرطوم انه الفرح ده مراسيمه بتبدا من بدري من 200 مثلا، يعني مثلا العرس قبل 10 يوم بيبدا الناس بتمشي تساعد ناس البيت. يلا الغسيل والنظافه بتاعت البيت وغسيل الهدوم والمكوى، يعني امنع يعني حتى البصل المحمر لمن يصلوا اهلها، لمن يصلوا اهلها بيلقوا جيران انتهوا من اي حاجه ما شاء الله. يعني احنا زمان قاعدين هنا وكلنا عرسنا هنا، اصلا اهلنا ده في النهايه يعني يا ميجو بيقوا اي حاجه انت الجارات هم اللي بيقوموا بالعرس كله. البنات بيمشوا براهم، البنات عندهم دور براهم، والنسوان الكبار عندهم دور براهم، كل الناس عندهم دور براهم في المناسبه ما شاء الله. يعني البنات دي عليهم النظافه والغسيل والمكوى والمراتب ونقيد المراتب، اي حاجه يجددوها. الاولاد عليهم الجير وعليهم البن وعليهم الحاجات زي دي، النسوان الكبار عليهم البصله. الجير بيتغيروا شكل البيت من برا، شكل البيت كله صحيح الراكب، والنسوان الكبار عليهم البصله والفطيره والعجين والشرموط والحاجات زي دي عليهم. يعني بتبدا من بدري، نحن مقسمين نختلف من المدن في مراسمنا دي اللي بتبدا من بدري، يعني نختلف منه في ما شاء الله. ربنا يجيب الخير والنعمه ان شاء الله. عرفت عندكم شعره هنا الشباب؟ ايوه. تعرف عليكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اسمنا فيه احمد محمد، من اهالي كسلة، اهلا ساكنه خشم القربه من بدايه الثمانينات ما شاء الله. اهلا بك. وطبعا الشعر ده هي صاحي هوايتي، يعني انا من كنت شافعه صغيره في المدرسه بعمل شعر دائما، وفي اي حدث ولا حاجه تحصل في مثلا في الحكومه حاجه زي دي، في الوطن، في اي شيء حاجه، يعني في البيت مثلا، في الجيران، في بناتي مثلا براي، ممكن ادينا انا قصايد. أيوة. لكن هسه يعني في مثلا السودان ده تعرض لمشاكل كثيره ولضربات كثيره، وكنت عامله قصايد كثيره، لكن ممكن انا اقول لكم قصيده كنت قلتها يوم كان المحكمه تاعته كامبو. يلا قلت نسال الله نصر البلد، يا عمر تزيل الحسد، يفرح الوالدين والولد تحكم السودان للابد. نحن ما نحن ما بنخدع لاحد، نحن وكان بنغيم لحد ونكيد بالمنزول في المسد، يا البشير المولى يرعاك، يا خرج جارين بوراك، نحن منتسلين لحماك بين نفوسنا وجيالنا نفداك، يا الاشم يا هضبه السيل، ياك مرات على العام الاصيل، في الشرق سموك قنديل، وفي الغرب ميزانك اكيل، في الجنوب ياك الكفيل، وفي الشمال فجرا بلا ليل، انت غيث العام البرز،
وانت في دارفور الحرز، نحن بيك وبيك، نحن ليك وبيك نعتز. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، دعوتنا ردها ياتي. نحن حالفين الغسم الشايق والفلاتي، والجعل الاصيل والزغاي والمسلات، سودان الجرم ندل عملاتي. نحن وراك شعوب، نحن قبائل شتى، نحن قبائل شتى، نحن وطننا ما منديه لو كان حتى. نحن المك نمر، نحن التعايش وجيله، نحن وطننا ما منديه لن ماهيله. فينا الاسود السموه فارس الغاره، وفينا الاسمر اللي في حقه ما بنضاره. والله العظيم، والله العظيم، لو كان تولع نار في حق الوطن، في حق الوطن ارواحنا ما خساره. يا رب العباد، يا رب العباد، امريكا بعملاها، ومحكمه الدول تنحل تطير بغضاها، الخطه والبصم والعاش وراء اراها. يا هجلي السلام وسلام الف تحيه، يا هجلي السلام وسلام الف تحيه لجيش صمد دحر الغزاة عصريه، جيش سوداني ما جيش سواعده قويه، ثابتين كالجبال واحد بعاد للمية. سجل يا وطن في يومك المشهود، واسخر يا عميل لو كان وراك يهود، لو كان في لو كان في الحلم، لو كان في الحلم شايف معانا تخود ليك المعزله. نحن الصقور السود، نحن السام عدي اللي في كؤوس معبى، نحن الاحمرين لا شاي ولا هم مربى، نحن الدكري، نحن الحديد والصبه، نحن عزيمه الفارس وراه مخبى، نحن الدكري، نحن الحديد والنار، نحن موشحين بقدره الغهار، نحن في جبل موسى بنجيب التار، نحن محصنين، نحن محصنين بالبغره والدخان، نحن صغير نشامخ نحن في الميدان، نحن في وطننا مفجر البركان، نحن اخوان مهيره وعازه السودان. وطبعا عندي قصيده اللي هي لكن ما تميتها. لا احنا دارين دي جميله طبعا سمحها. معناها عندك قصيده دائما يعني اغانينا السودانيه الجميله في الاعراس وفي المناسبات بتكون بيكم انتم اكيد عندكم. نحن هنا اصلا بنتجمع في اتحاد المراه، ولما يكون في حدث مثلا جاي مثلا في هنا في الوطن قبل كده مثلا قلنا، وللاتحاد ذاته مثلا هنا نحن في الاتحاد بنقول صوت لا كجارات يعني كجارات كسي يعني الشغل العمل ده جميل العمل. لكن الحاجة العادية اللي بيكونوا النسوان كلهم مع بعض في 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 الحي أنا متأكدة هيكون عندكم أغنية بتغنوها، أغنية سيرة مختلفة. أنا مشيت كم مكان ولقيت السيرة حتى بيجوا يشتغلوا فيها شغل كده براهم، حاجة بقت خاصة يعني. أنا سيرة والله لولدي سيرة كثيرة عملتها وحاجات كثيرة عملتها، لكن شنو طبعا أنا يمكن أكون نسيتها. لكن السنة لو هناي في البداية أنا كنت عرفت إني أنا بجي ونقعد جلسة كده ونقول حاجات من الشعر السيرة وحاجات زي دي، والله العظيم أنا كنت جبت لكم كمية، لأنه دي هوايتي وما عندي شغل غير يومي أنا أكتب والله 10 ساعة. بس ما عندكم سيرة حقتكم براكم؟ لا ما شرط الا يكون الصوت سمح يعني كلكم مع بعض الصوت هيكون. لا السير فيك اها طيب منو؟ السير كده حنة السرقة. حنة السرقة. حنة السرقة؟ قلتي لي شنو؟ حنة السرقة؟ حنة السرقة قبل الحنة الكبيرة للعريس، الحنة الأولى بتكون دائما بالنهار كمان. اها نقول على حنة السرقة. وش معنى السرقة يعني حنة السرقة؟ يعني ما نكون هاي ما نكون عازمين الناس كلهم. ما الناس كلهم. الحفلة الكبيرة يعني بيكون في حاجة صغيرة كده مثلا زي دي قاعدة. الحنة الصغيرة العريس أهله ونحن بنغني وندق يعني ونحنن العريس ونغني وندق. حنة السرقة. كل الناس يلا كل زول عامل له سيرة للعريس. طيب ما سمعونا سيرة من عشان دي سيرة كده خاصة أيوه حق. إلا سمعت يعني في سيرة. العريس حنناه. قولي سيرة الداخلي. بس أو لمس عندنا عريس حنناه ولا سيرناه ومدني غنينا له. بس يلا معاكم اقول لكم معاها هاي كلكم غنينا له وتسلم يا لغونا عديل لا لا بنقول ادى وما بيقول اديت وسوى وما بيقول سويت وتسلم يا عديل البيت جاتنا نورة مبسوطة وانبسطت معاها بنوتة طبعا نحن كل ما نقولنا يعني نقومنا اسوي على ناس البيت يعني ام العريس عمات وخالات وهم يجيني زغرتان ويفرحوا انا نفسي اسمع سيرة عديل ترى اسمع سيرة عديل انا اي غنى اسمعي اسمعي انا اكلمي كنا جبنا لنا حكامه يعني تقعد لك وتغني لي يلا عندنا الناس دي كلها في واحد حكامه يعني اقول لكم ما حافظات ها ها ما بتغنوا كل واحد بغني انا غايت توصل من الله خلق ما بغني انا دارين ممكن في حاجه خاصه العرب كمان الشكريه بيجيبوا شتامات عديل بيجي يغني حكامات بيجي يدقن بالشتم ويغنن يلا ديل بس بيختلفوا مننا الحريم ما بيحضروا ما بيرقصوا الحريم ما بيحضروا خالص كنا الرجال بس لكن احنا طبعا احنا التسرقه دي بنحضرها نحن زمان احنا كنا ذات وهم نحضر الحفله من الناس بتتضارب من الحفله والرجال بيغنوا والناس بيعينوا بيغنوا لكن ناس الحمد لله بقينا نقعد ونغني احنا ونرقص احنا
اخر اخر انبساط. بعدين كل هنا ان شاء الله ربنا يديم نعمه يا طبعا اكيد ان شاء الله ربنا يديم نعمه عليكم ان شاء الله. ودعمه الجيره دي نعمه ما موجوده يعني، فاحنا نحمد ربنا انها موجوده. وانا سعيده انه لقيتكم الليله وعكستوا لنا شكل سيدات خشم القربه قدر شنو هم متكافلات وعندهم كثير من المواهب والحاجات اللي احنا سعدنا بها كثير. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم. ومشاهدينا دي كانت حلقه مميزه وجميله من خشم القربه، نتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بها. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، ودعناكم الله.